أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف عليه رحمة الله وذكر ابن إسحاق صفحة بقل إيشن يكون تناد سؤال كمان وذكر ابن إسحاق حوش يقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وحضري خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بن إلى بني الحارث بن كعب بن نجران ماشى النجران ليراهدو أي الرب بن حارث لودري خالد وأمره النبي حمري أن يدعوهم إلى الإسلام إنه إسلام كوي يرو قبل أن يقاتلهم إنتون لدقال من ثلاثا صدح مع الموت يعني صدح مالمود وين هرت ويرو فإن استجابوا هذي أقبلان إسلامك فاقبل منهم كأقبل بر إسلامك وإن لم يفعلوا هذي إسلامك ديدان فقاتلهم لدقالا فخرج خالد باب حي حتى قدم عليهم إلى ربن حارث دلتقي فبعث وحضر خالد الركبان dadkii de fardaha iyo dawaabka saarna fardaha iyo dameeraha saarna buu diray yadribuna iyagoo u socda fi kulli wajhin dhinac kasta yaani dhinac kasta dad buu u diray afar tajiho oo dadka u diray fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha saarna maxay sameeynaayeen wayaduuna ila alislam rabbin harith baa lagu kala baahay marka jawlad dheer baa la kala qaaday ويدعوهم إلى الإسلام ويقولون صحابة وحكولاهين أيها الناس دذو ربني حارثو أسلموا إسلام تسلموا والنبض قال إسلام فأسلم الناس تتكبا إسلامي ودخلوا وحي قالين فيما دعوا إليه وحي اللغو ياري فأقام فيه مخالد وحي لدقنا ربني حارث أي لدقي يعلمهم الإسلام ببريي وكتاب الله ببريي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببريي كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد النبي قو أمري وأنا أرنمه ما قل قد ميل تكتو انتن أو خالد بري أضعنا ذاتك صبرت كتابك إلهي إي سنة النبي عليه الصلاة الله والسلام إنهم أسلموا هذي أسلموا ولم يقاتلوا أي دقال مواي كتابك بربلوي القرآنك هي سنة النبي عليه الصلاة الله والسلام ثم كتب خالد بن الوليد خالد بن الوليد بأصدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة صوتا يعني خالد بوراق صدر النبي محمد بأصدر بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي بكسعتا وراق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد بك سعوتا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فإني أنيقو أحمد وأنكم هذين يا إليك معك إليك ذا معنى هذا يعني معك بك دقنتاي أحمد وأنكم هذين يا الله وأنكم هذين معك يعني معاقا إلهكم هذين يا فإني أحمد وأنكم هذين يا إليك معك أنيقو الله وأنكم هذين الذي لا إله إلا هو أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك فإنك بعثني وذيدرت إلى بني الحارث بن كعب ذيدرت وأمرتني وحان ذي أمرتي إذا أتيتهم هدان تقألا وقاتلهم ثلاثة أيام ونعدوعهم إلى الإسلام نقول فإن أسلموا قبلت منهم أنك أقبلوا وعلمتهم وحان بري ماشي أنتقي معالم الإسلام وأنا أرن مهمة معالم الإسلام يعني أحكام الإسلام دينة الإسلام كأحكام تذين وانبري وكتاب الله بانبري وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بانبري وأنا مهم ماشو إلهيكو جيو إن أنت أدنادتك كغت ما دو معالم الإسلام وأحكام الإسلام كأ يا كتابك إلهي وحد ككرتو يا سنة النبي عليه السلام وإن لم يسلموا هذي أسلامي وأنا قاتلتهم وإني قدمت عليهم ونتقرب بني حارث وفدعوت محانوغي إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرتني رسول الله رسولك الأساد أمرتي
وبعثت فيهم وان ادر ركبانا ضد بدن ايان ادر اذا جماعات اكر ديري يا بني حارث اسلموا تسلموا كل واقعي فاسلموا وي اسلام ولم يقاتلوا من الدقال من وانا مقيم انو اندحجوغا بين اذورهم دحضوضا امرهم وحان امريا بما امرهم الله به وحو الله امري وانهاهم وحان كنهي عما نهاهم الله عنه وأعلمهم محمد يا معالم الإسلام هي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرنت أسان وضيع يعني مقامي قاس يا أعماش أسان وضي حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي إيسو جوابينا أعماش أسان كتاقيا هالكاس والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ووراق دي خالد أصدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مهم قفك دمي الله دراي أنه صور بحي عدد درتي رسالة دي والنبي صلى عليه السلام يا وراق دي فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وراق دان اسم قري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي بيك سعطا رسول الله أها إلى خالد بن الوليد بيك سعطا سلام عليك فإني أحمد إليك الله فإني أحمد معك الله الذي كاسو لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك وراق دادي جاءتني ويسوق دي مع رسولك يقفك أصر عيسي أو يخبر ورمي أن بن الحارث بن كعب قد أسلموا إلى إسلام قبل أن تقاتلهم انتظن للدقال من وأجابوا إلى ما دعوتهم نوي أجيبين وأجابوا ويأجيبا إلى ما دعوتهم إليه وحدوا يردوا من الإسلام أها وشهدوا حيقرا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن قد هداهم الله ألا نو هذي بهداه هنوكيسي أفبشرهم ترغيب دادكاس وأنذرهم أندك ترغيب يترهيب قوات وحو الله بشاريي يا وحي معاسي أنا أقدك كذب لنا وحي عليه السلام وأقبل صور نقو وليقبل معك هكو لصور نقدان وهكو صور راعو وفدهم وفد ربن حارث هكو صور راعان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته تاسنا ورسالة النبي عليه السلام يجوابتي أوسي خالد بن الوليد فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بكسو نقض النبي وأقبل معه وحاصر راعي وفد بن الحارث بن كعب أي صور راعي قال الذي إسلامت وفدي كالسعودة فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك النبي أيما دين ورآهم النبي أركي صلى الله عليه وسلم قال وحير من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند ورقى هنديد أدمو داي وأيو قيل يا رسول الله هؤلاء بن الحارث بن كعب ويان فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هنديد نبي وحيوه شبهي هران سوى شغن الشيخ إنعام حسن تعليقات بكلية هاي كتابك حياة صحابها مالك وحيوه شيخ يعني جمال با هنديد لغو شيخ جرئي قروح مالك الرق وحاين إتالة وقروح لرقاني نكساسو هندي وغو شبهي قيل يا رسول الله هؤلاء بن الحارث بن كعب وري بن الحارث فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك النبي أيما دين سلموا عليه والسلامين وقالوا حيرا نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله انت سير أهدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيري وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم قال نوحير أنتم الذين ورموحاتهم كوي إذا زجروا مركي يعني العبس الجليو استقدموا يعني إمن هي وقالوا قالوا ذا المركة يعني وحيا هايين يعني مقول كي لين عبس الجليو دادك استاقي جلي عبس ذا وانكسعوا يعني وحكوا لها باتهين فسكتوا يا موسين فلم يراجعهم منهم أحد قفنا من هذا الكعلين ثم أعادها ثانية مر لبعض من نبي الكعلية والموحات ينكوي كل كي يعني للزجريو لأنه يو يعني توسجري
فلم يراجعهم منهم أحد ثم عادها الرابعة بكعلية صدح جير أفر جير قال يزيد بن عبد المدان بايري نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا بنا رواية الوحيد استقاموا توسع قالها أربع مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كويري لو أن خالدا هديؤنا خالد لم يكتب إلي أنكم أسلمتم إن هذا إسلامتين هدون خالد سايس وقرن ولم تقاتلوا أيضاً دقالمين لألقيت رؤوسكم مدحينتين وحان دقي لها تحت أقدامكم لغوين نوستوضع والنبي عليه السلام حسا هذا الكاعدة يقول لي هاي قولا ذا محلوية قاني قولا آد أم دحتاقن وددك قوليك عربت وقرادا إسكسر ريسيسا مركة أنفي لهاين dad kan kasar reeyin adu kibir ba ku jiray dad kibir lagu yaqaan waxa ahaayeen dad madaxta lagu yaqaan oo arabtan kale iska seeriyay markana nabiga kaleey sallam uu kibir ku ka jabinay iyo qabkan iyo isla weynantaas uu ka jabinay markaas uu raadeeyay saasamaysan tahta aqdamikum almalhantina digla faqar yazeed ibn abd almadan bayri amma wallahi ban ku dhaarnay ma hamidnaka adii rasuulow kugu mahadin mayno wala hamidna khalidan khalidna kum mahadin mayno قال النبي غير فمن حمدتم وإياكم هذه السين قالوا حيرنا حمدنا الله الذي كاسو هدانا نهنوني بك أذقنا نقوهنني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمري صدقتم رنباد شيكتين ثم قالوا حيري بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا حيهين لقوا يقاني عدة إلا دقال من إن الجبيان مركزوا بما كنتم محاضة هيدين تغلبون كوي كجبي من قاتلكم عد إذن لدقالنت في الجاهلية قالوا حنا لم نكن نغلب أحدا أنا كعد بمن نجبين هين ويتواضعين قالوا حرب بلا قد كنتم تغلبون من قاتلكم قالوا حير هذين وحان ضدك كلا كجبين جرني كنا نغلب من قاتلنا وحان كجبين هين يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا نتفرق هرتا مدبان أهين وضد لك الجبيو ما نهينا نكو إنا كنا نجتمع مدبان لهين توفيق بان لهين ولا نتفرق من أنك لباهن ومن أنك لجبين ولا نبدأ أحدا بظلم قفنا قردر أنكم من أنكم باللابين marka labada arimood baan dadka kaga adkayn midnimo iyo dulmi iyo gardarro aanan lahayn qaala nabi wuxuu yiri sadaqtum thumma amara alayhim qais ibn al-husayn nikaasu nabigu amir uga dhigay waftigi kada fil bidayati wa qad asnadaha al-waqidi min tariq ikramah ibn abd al-rahman ibn al-harith kama fil isabah qaala rahimahullahu ta'ala ad-da'wah ila al-faraid an ad-da'wah dadka oo lagu yeedo faraa'ida acmaasha faralka arkaanta islaamka akhraje bihi an jarir ibn abdullah qala huri ba'atha ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabiga alayhi salaam ba qof ii soo diray asxaabtiisa kamidaha oo faqala huri ya jarir li ayi shay'in ji'ta mahad utimid qultu hankuri uslimu على يديك يا رسول الله إن الإسلام أن قعنت هذا كو إسلاما نؤمد قال وحير فألقى علي كساء نبي قمر إيسو توري قو. ثم أقبل على أصحابه بقابلي فقال وحير إذا أتاكم كريم قوم هدو إذن يما دقل كريم كودو يعني ما دحضو ذا أما قفك دا إيجا كرامة دحضو ذا كله فأكرموه إكراما حديث كان سند كيسا وحبيك الشيغان هل كان لكن طرق قالوا كيمت مركا وحد مدى كل كليسوك قيئين وحسن نقونها يلي غيره إذا أتوكم كريم وقوم فأكرموه ثم قال وحيري يا جرير جرير أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله بانكوغو يا ريا وأني رسول الله وأن تؤمن بالله إناد إله الرميس يا واليوم الآخر يا والقدر خيره وشره إناد رميس قدر كخير كيس يشر كيس بأ وتصلي صلاة المكتوبة شالاها فرل كان إن تكتب وتؤدي الزكاة المفروضة زكاة فرل كان إن تبحس ففعلت ذلك وان إسلامي وحي النبي يقول إيش يقول لنا وان سميي
فكان بعد ذلك وحوها انت كذب لا يراني انو النبي ولي يركم جرير الا تبسم في وجهي نبي يدول عدين جري مركتنا ومهم قفيني ايمانك لوغو ييرو اسلامك لوغو ييرو صلاه لوغو ييرو اي زكدا يدنا ان لوغو ييرو يد فرائل كبا كذا في البداية. وأخرجوا أيضا الطبراني وأبو النعيم عن جرير بنحوه كما في كنز العمال. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كوير لمعاذ بن الجبل حين بعثه مركو أدري إلى اليمن إنك ستأتي وحاد أتقدونتا معاذ قوما ضد أهل الكتاب تدو حضرت قدونتا أهل الكتاب أها فإذا جيت ومرك ذوتك تفدعوهم أغير إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك هذيك وطيعان بذلك شهادة فأخبرهم أورا أن الله إلهي فرض عليهم أن كفر ليالي خمس صلوات شنس راضوت كل يوم وليلة همين كستا يمارين كستا فإنهم أطاعوا لك هديا لان بذلك صلاة هانا فأخبرهم أورا أن الله فرض عليهم من كفر يلي صدقة صدقوا يزكوا تأخذ لك قضية من أغنيائهم مال قبيل نظر فترد اللعنة على فقرائهم فقر ضوضا فإنهم أطاعوا لك هديتانا كايا لان بذلك فإياك وحادثك إلى ليس مركز كذا كقاضيسو وكرائم أموالهم حوله هذا تأفي عن هكا قادم يعني حولها النفكة إشوى يكون عيسى هكا قادم كرائم أموالهم حولها الزكاة كقادم سكوة أفي في عن هكا قادم واتقي إسكان إلالي دعوة المظلوم قفك المظلوم كإلقى قردرين هبار كيسنا إسكا إلالي فإنه هبار كاسي ليس بينها فإنه شاني ليس معها من بينها هبارك إيا وبين الله إلهي حجاب وحجاب هبارك حتى قال هدو كيما دو مظلومي هاي ودعيان. وقد أخرجه بقية الجماعة أمهات كان بخاري مويل انتك الأردن بحديث كان صوصاري كذا في البداية. وأخرج أبو النعيم عن حوشب ذي الذليم سحابي وهو إسلامي بريق الدنبي حوش بذي الذليم قالوا حير لما أن أظهر الله محمدا صلى الله عليه وسلم مركو إلهي النبي محمد سو موجيي وصو ساري إن تدبت إليه وحانو دري من الناس دد في 40 فارسا أفرتنن وفردولي أهبان أدري مع عبد الشر نكي لأورنج ريبان مضاحو قرد قيو مركاسا النبي صلى الله عليه وسلم يان أدري مع عبد الشر فقدموا عليه المدينة مقالة المدينة النبي قلت تغين بكتابي كتاب عن قرين وان قدر وراء فقال عبد الشر ننكي عبد الشر لورنج ريب ايري قلكم مقالة المدينة يمد مساجد كي يو النبي صحابة دي اولا فردية ايكم محمد وركيبا محمد اها قالوا وحير هذين هذا وكاس فرطلقوا فيقي قال الحوير ما الذي جئتنا به عبد الشرب النبي ورئيسنا يا ما الذي جئتنا به والنبي يوم محال لتمد فإن يكو حقا هذا الحق لتمد اتبعناك وانكو راعينا قال النبي الحوير وحان لئمد تقيم الصلاة إن الصلاة تكتان وتعد الزكاة زكادنا بحسان وتحقن الدماء ليقا قبنها يأدادنا أجوجسان وتأمر بالمعروف وتنهوا عن المنكر فقال عبد الشر بايري إن هذا لحسن أرنتا سوى تلفي عن مد يدك قعنت هذا الصوفيق وبايعك بيعا كلك يدار على الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم باكوير ما اسمك ورب المقعاء قال وحير عبد الشر قال وحير لا بل أنت عبد خير عبد خير باتاي فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام نبي مركز الإسلام ما بايع كل قلي وكتب معه الجواب نبي الجواب ونقري إلى حوشب ذي الذليم إلى حوشب ذي الذليم من كل رجل بقر كسود رينا
nabigu waraaq buu u qoray, fa aamana boqorkii xawsh ibn dulaym wuu islaamay. kada fi lkanz اlcumaali waakhrajahu aida ibnu mandah iyo wabnu casaakir ama fi kanz اlcumaal waakhrajahu aida ibnu casaakir binaxwihi kama fi lbidaaya, risaalada uu nabigu u qoray boqorkan way iman doontaa, kitaabka ku iman doontaa. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحير قدم وفد عبد القيس ري عبد القيس قولدي لو اورن جيري اي وفد غودي اي سو ديرن نبينا صلى الله عليه وسلم او سو ديرن ايغو ماركا رسالهنا ودي. فقال نبيغا كيري ماركا يمادين مرحبا بالقوم قوم كنو يعني سو دوادا ومال واسعها سودقة غير خزايا هوق لآن يا ولا نداما قوم ملاآن يعني كالا يدب لباتا يعني نسارنين. فقالوا حيرا يا رسول الله كل كده هذا الكي إسلام كورد ماذا إن بيننا وبينك أنك إيا أذيك المشركين با إنور دحيس قالوا من مضر مضرة وإنا نقول لا نصل إليك كما سو قاري كرنو إلا في الشهر الحرام بلها حرمضة لأما كسو قاري كرنا. فحدثنا نوشيك بجمل جملوين يعني أرمون نقطات نوشيك من الأمر الدين تكمدها وإن عملنا بها دا نقطة دها كو عمل فلنو دخلنا الجنة جندا أنقلينو بل وحن جندا كو قلنا نوشيك وندعو به من وراءنا cidda naga dambaysana aan ugu yeedhno. taa waxay ku tusi ninka muslimka siiyo saxaabikasa naftiisa iyo waxa ka dambeeya ka mas-uul buu ahaa. wanadcuu bihi man waraana qaalana wuxuu yihi aamurukum waxaan idin amrayaa biarbacin afar wa anhaakum waxaan idin diiday can arbacin afar waxaan idin amrayaa aliimaan billaah inaad horta ilaahay rumaysaan, waana kelimad aada u ballaadhan, shahaadati an laa ilaaha ila allah iyo wa iqaami salaati salaada ood ogtaan iyo wa itaa'i zakadi zakada ood bixisaan iyo wa sawmi ramadaan ood soontaan iyo wa an tuctuu inaad siisaan min alghanaa'imi ghanimooyinkana alkhumus kolkii shan meelood loo qeybiya qayb wa anhaakum waxaan idin diidayaana can arbacin afar afar arrimoodna waan idinka nahiyey, inkastoo nahyigi markii dambe la yaani la qaaday. maa yuntabadu waxaa lagu khamiiriyo fi dubaa weelka dubaaga la yidhaha, dubaaguhuna waxa weeyaan waa ubada, weel uba ahaan ama qarada ka samaysan ubooyinka kolle waa la garan ubadan umalayne. marka ubadu dee waa un waxaan weysooyinka berigula biyaa lagu shushuban jiray weelkan kala jabana. marka maa yuntabadu bi waxaa lagu khamiiriyo fi dubaa'i weelka dubahee ubada ahaa iyo wanaqiir naqiirkuna isna waa weel un laakiin wiir naqiirkaasi muxuu ahaa geedka timirta ahaa ayay guntiisa qodi jireen, way qodi jireen in weel la-eg bay ka dhex duleelin jireen, markaasay ku khamiirin jireen timirta iyo zabiibka cinabka. marka naqiirkuna waadu waa weelkaas geedka timirta guntiisa ku yaalla ama geedkaas laga samayn karayo. iyo walxantam, xantamkuna waa jalxad dhoobo ka samaysan, marka xantamkaasina waa jalxadda waxa lagu khamiiriyo. iyo walmuzafati, muzafadkuna waxa weeye isna waa weel oon laakiin lagu rinjiyeeyey daamur oo zifti hadaad maqashada waa daamurkan, marka waa weel adigu lagu daamuriyey oo lagu yaani rinjiyeeyey daamurkaas. afartaa weel beriyada marka waxaa jirta khamrida dee la cabi jiray waxa lagu khamiriya deg deg buu dadka u sakhraamin jiray. marka nabigu wuxuu yihi afartaa weella waxa lagu khamiiriya ka dheeraada berigii dambe aduu nahyiga waan la qaaday oo dee wax kasta oo qofka sakhramiya isagu waa xaaraan, laakiin weelashana dee weelashun bay ka mid ahaayeen. wixii dee dadka sakhraamina dee waa waxaa kaloon bay la mid ahaayen weelashaa kale, laakiin waa lagu intifaac jiray beriyadii dambe. wa anhaakum waxaan idin diiday can arbacin afar ma yuntabadu waxa lagu khamiiriyo fi dubaa'i weelka dubahe ubada aha iyo wanaqiiri naqiirkuna waa geedka guntiisa weelka laga ay ka sameeyaan iyo walxantam jalxadaha iyo walmuzafati weelasha lagu rinjiyeeyo ee lagu kabkabo daamurka. wa cinda tayaalis binaxwi biziyaadaatin ayuu kusoo arooriya minhaa fi aakhirihi, xadiiskan tayaalisi isagoo dheer buu soo arooriya waxaa aakhirkiisa ku jiray. faxfaduuhunna waxaan idiin sheegay xifdiya. wadcuu ilayhinna man waraa'akum, dadkaad ka timaadeenna u bandhiga,
dadkan uu nabigu diraya calayhi salaam uu ku leeyahay wadcuu ilayhinna man waraa'akum, dadkii idinka dambeeyeyna u tago oo u sheega waxaad iga maqasheen, waa wafdi gaala ahaa oo iyagoo gaala ahaa nabiga u yimid calayhi salaam, hal fadhi taqriiban bay nabiga la fadhiyeen calayhi salaam, waxay halkii fadhi nabiga kaga qaadeen buu ku leeyahay dadkiina ordo oo sii gaadhsiiya. كذا في البداية وأخرج الحاكم عن علقمة بن الحارث رضي الله تعالى عنه يقول حري قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانو إمد وأنا سابع سبعة أنا قيو تدبقفانهم تدبقفان تدبيني ومن قوم تلك يهي تدبقف أنكو آها أيا نبغى أنمد فسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بان سلامني فرد علينا سلام تبنك قاضي فكلمناه وان لهذا اللي فأعجبه كلامنا هذا الكي أن كل هذا اللي بان نبقى عجب قليي وقالوا حير ما أنتم رمحاتهين قلنا وحانر مؤمنون بان النهي قالوا حير لكل قول حقيقة هذا الكس حقيق ليه فما حقيقة إيمانكم إيمانكين حقيقة سوامحي قلنا وحانر خمس عشرة خصلة شن إيا طبان سفو أيان مؤمنين كنا هاي خمس شن صفو أمرتنا بها وحانا أمري أمرتنا بها أذانا أمري وخمس شن كلنا أمرتنا وحانا أمري بها شن ترسولك ذاتك أدنو صدرتي وخمس شن كلنا تخلقنا بها وان كردق منا في الجاهلية قال نمتك ونحن عليها وان كردق منا إلى الآن إلى إمك إلى أن تنهانا يا رسول الله انت نقدي ذي سوان كردق منا. قال النبي حير وما الخمس التي أمرتكم بها شنتان إذن أمري ومحي قلنا وحان إذا أمرتنا وحادنا أمرتي أن نؤمن بالله إن أن الرمين وملائكته أن رمين وكتبه أن رمين ورسوله أن رمين والقدر أن رمين خيري خير كيسة إيا وشره دب كيسة وحير دعاء إن رمين حق ربك يمد. قال حير وما الخمس التي أمرتكم بها رسولي dadkan idin soo diray shanta idin amreena waa maxay. Qulna waxaan ila amaratna waxayna amreen rusuluk an nashhada an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa annaka adiguna abduhu inaatahay wa rasuuluh wa nuqiima as-salaata inaan salaada tukanno almaktuubata faralka aha wa nuaddiya zakaata zakada aan bixinna almafruudata faralka aha wa nasuuma shahra ramadaan bisha ramadaanna aan soono wa naxujja albayta أن قرغنا وسوى حجنو إن استطاعنا هدان كرنا إليه حقيسة السبيل جيد كيسة هدان كرنو وأمني دي أجرو. قال الحر وما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية جاهلية دي صفات كات كردق ميسينينا وامحي قلنا وحنري الشكر إن أن مهدنق عند الرخاء برواقة هدان قلو إن أن كشكر نكينا أبوري إيه والصبر إن أن أتكيسن عند البلاء مركي دباتر دادو إيه والصدق إن أن كرن شيغنو في مواطن اللقاء دقالدا كلكي لا كلمه دقال لوو كلمه إن أن كرن شيغنو إيه والرضا إن أن رالي كنقنو بمر القضاء قضاء كيس قداد يعني وخي دب وهي نوغو دعان إن أن رالي كنقنو وترك الشماتة إن أن كفرحين بالمصيبة بلايدا إذا حلت مركز كل عدد بالعداء يعني قف عدو أون إسينها دي بلاي كل عدد إن أن كو يرسنين أون أن كو قص قصلين أون أن كفرحين وعدو قيودي هذا تانا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حير فقهاء آياتهين أدباء باتهين أدباء أوكي أنا وعدد بلا غلي آياتهين كادوا وحاد أدواتين أو سكتين أن يكونوا إنا نقدان أنبياء أنبياء متين لكن دوات كدواتين أو سي أنبياء كدواتين من خصال من أجل خصال صفات أو غيد ما أشرفها من خصال يعني صفات كينا ما أشرفها ما حاك أشرف بطن. وتبسم إلينا النبي عليه السلام ونرد الله عديه ثم قال وحير وأنا أوصيكم وحانيد كدر دار ميا بخمس خصال شن الرموت ليكمل الله إنه الله إذن لما يستر لكم إذنك خصال الخير خير كأردن صفات كيسة شنبان إذن كدري لا تجمعوا ها أروريننا ما لا تأكلون وحيدا عنين يعني ها وقتها كردنا وحونا كوالا هلكنا يعني فرائد كدينتين إذن كردافن لا تجمعوا ما لا تأكلون
ولا تبنوا هندسين ما لا تسكنون وحادن دغيننا يعني هكو دالين ولا تنافسوا فيما غدا ولا تنافسوا يعني هاوترت مننا فيما شيء غدا بري عنه حقي ستزولون أتكك عيسان أو كقوريسان واتقوا الله الله نكبق الذي إليه تحشرون كالله حقيس الذين حشرين كبق الله حقيس الذين حشرين وعليه على الله نتقدمون وادو قديم دونتان وادو تقد دونتان وارغبوا جعلادا فيما شيء إليه حقيس تصيرون أدو صعون هيسان وفيه شيء قاسو تخلدون أدكو وارد دونتان آخر مركا نبقى لكم حنهي عليه السلام وقريو إيا الدنيو إيا كيد كرافين هيا أمرك إلهي كذا في الكنز وأخرج وأيضا أبو سعيد باسو ساري النسابوري في شرف المصطفى وكتاب مجيع شرف المصطفى عن علقمة ابن الحارث وأخرجه العسكري والرشاطي وابن عساكر عن سويد بن الحارث فذكر الحديث بطوله وهذا أشهر كان كما شهور سن كما في الإصابة لابن حجر وأخرجه أبو النعيم في الحلية حديث كسوس عن سويد ابن الحارث قال الحلية وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة من قومي فلما دخلنا عليه مركا النبي أقل لي وكلمناه فأعجبه ما رأى من صمتنا فأعجبه نبي وحاعجب قليي ما رأى وحونا قاء أمره ومن صمتنا صفات كيقاء صمت يعني هي أدي يدي يقاب كيقاء إيا وزينا نركا وذني أي النبي هذا عجب قليي عليه السلام فقالوا حير ما أنتم محاتين مركا صمت وهي أذى قابك زينا ونركا وذتو يعني مركز مركز الدين شيغان هايسونا ووري بدي وإن داعينا عالسي تايدات كي أضبا قيسانا وإن هادي إيقاقا إيقاب كاقا إيقدر كاقا إيق سعود كاقو وضاد كان عاملا هكدو وانتاي سمتنا إيق وزينا بالنبي عجب قليي فقالوا حير ما أنتم ورمحاتهين قلنا مؤمنين بأنهاي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا حير إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم قال السويد بير فقلنا خمس عشرة خصلة خمس منها أمرتنا رسولك أن نؤمن بها إن الرمين وخمس منها أمرتنا رسولك أن أمرتنا أن نعمل بها إن نعمل فلو وخمس منها شنكم دهنا تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها وانكر أهانا إن شنتاهر إن جاهلية كل دغمين إلا أن تكرهه منها شيئا إن أضيقنا عدموين فذكروا شقي حديث كان بمعناه إلا أنه ذكر وحكو دري والبعث بعد الموت بدل القدر خيره وشره هل كيورا القدر خيره وشره كين رواية كروا حكو جرتي والبعث بعد الموت وذكر وحكو شقي والصبر عند شماتة الأعداء بدل وترك الشماتة هل كيور حديث كيورا كتما وحكو جرى والصبر عند شماتة الأعداء وقد تقدم من الشيخ يوسف كري حديث رجل من البلعدوية عن جده وصورة أفنانك حديث كيسي فذكر الحديث وفيه قال ما تدعو إليه محاد رسولك إلهي وقويا ريسا ضدك نبساكو يلي قالوا حيري أدعو عباد الله إلى الله أدوامها إلهي بن حق إلهي وقويا ريا قال نكبر قلت ما تقول محاد الذي قال واسي النبي كيري أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتؤمن بما أنزله علي إن أدره ما يسوحي ليقسه تجيه قرانك وتكفر بالله والعزة وتقيم الصلاة إن وتقيم الصلاة إن الصلاة أوكتو وتؤتي الزكاة وحان حديثك كسر دافنا في دعوته لرجل لم يسمى شيخ يوسف عليه رحمة الله وحين نوب بالله بدونا نبي عليه السلام بقرد بريجا جري قابك أولادك من جري تذكر قراءة ذا كفر ذا بقرد أها قابك أولادك مو مركو حسوا وذا باب خنيم كبالله من دونا تضرب بقر وبريجا جرت بقرد أدونك أوى ويناءها وراقه النبي محمد أدرى عليه الصلاة والله والسلام يا وراقها والنبي أدرى فقه كجرة يا أحكام كجرة يا فوائد كجرة سنراها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.